كما أجرى أيضا التلفزيون المصري لقاء خاصا مع دكتور محمد عبد المنعم مدير المركز العلمي للتدريب والبحوث. نتابع. المركز هنا أول منشأة مدمجة في مصر، طبعا هو شغال كقسم بحوث وتطوير خاص بالشركة الوطنية للإنتاج الحيواني، لكنه تم تجهيزه بحيث أنه هو يقدر يساعد في أكثر من توجه في الدولة كلها والقطاع المدني. طبعا الحقيقة احنا هنا بنشتغل على مواضيع مهمة جدا، منها مواضيع مشتركة مع أكاديمية البحث العلمي خاصة بالتزاوج أو الخلط ما بين السلالات المصرية من الأبقار والسلالات المستوردة بهدف زيادة إنتاج السلالة المصرية، وفي نفس الوقت بنحافظ عليها إن هي ما تتبدلش ولا حاجة. الحاجة التانية برضو هنا بنقدر نشتغل على حماية الثروة الحيوانية أو المساهمة، طبعا احنا جزء من المساهمة في حماية الثروة الحيوانية عن طريق إن احنا عندنا معامل مجهزة تجهيز عالي جدا بيقدر ومؤمن جدا بيقدر يتعامل مع الميكروبات واللي ليها القاح واللي يكون ليها القاح طبعا، وبنقدر نشتغل على الموضوع ده بحيث ان احنا نقدر نساعد في حماية الثروة الحيوانية وبالتالي المردود غير المباشر على الاقتصاد.